قالت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنه ارتفاع مستوى العنف الدائري في عدد من الجبهات هناك. ودعت المملكة في بيان لوزارة الخارجية للتوقف الفوري عن التصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس، مذكرة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدسات.